نشر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فيديو لملخص زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى مصر والتي بدأها مساء الأحد الماضي. أصدر الجانبان بيانا مشتركا عقب الزيارة أكدا فيه عزمهما التصدي لخطر التطرف والإرهاب وما يشكله من تهديد للأمن والسلم في المنطقة وفي شتى أنحاء العالم. وأكدت الرياض في البيان عن دعمها الكامل للجهود الناجحة التي تبذلها الحكومة المصرية لاستئصال الإرهاب بشكل كامل ونهائي في إطار عملية سيناء 2018.